القوات الأمريكية في العراق وسوريا تفشل في حماية مواقعها ومعداتها العسكرية، وفاتورة الخسائر بالدولار كبيرة. مئات آلاف الدولارات خسرتها أمريكا بين عامي 2020 و2022 وفقا لإحصائيات موقع The Intercept الأمريكي، قبل أن تظهر إحصائيات جديدة لهذا العام خسائر أخرى. أنظمة إطلاق الصواريخ، طائرات بدون طيار، أسلحة ومعدات على اختلاف أنواعها كانت هدفاً للسرقة في القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا، الأمر الذي زادت وتيرته منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس قبل قرابة الشهرين، حيث تعرضت هذه القواعد لهجمات منتظمة كجزء من حرب غير معلنة بين أمريكا وإيران وفق تحليل الموقع. بالأرقام، فإن الخسائر التي طالت أمريكا في قواعدها العسكرية بلغت في فبراير شباط الماضي حوالي 163 ألف دولار بعد تأكيد سرقة 13 طائرة بدون طيار من منشأة أمريكية في أربيل بالعراق، كما أن مجموعة من قاذفات صواريخ جافلين كلفت سرقتها من بغداد في العراق العام الماضي 480 ألف دولار. ورغم أن الوثائق الأمريكية فشلت في تحديد كم السرقات خلال السنوات الماضية، إلا أن تحقيقاً أعده البنتاغون يعود لعام 2017 خلص إلى أن قيمة ما سرق من القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة بلغ 20 مليون دولار. وبحسب التحقيق، فإن وتيرة الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة تضاعفت في الشهرين الماضيين نتيجة حرب غزة، ووصلت إلى ما معدله 4 ضربات خلال كل 24 ساعة، حيث تعرضت القوات الأمريكية للهجوم أكثر من 36 مرة في العراق و37 مرة في سوريا منذ 7 أكتوبر، مع إصابة أكثر من 60 جندياً أمريكياً في هذين الشهرين فقط. ليست المعدات والأسلحة فقط، حتى الجنود الأمريكيين تعاني الولايات المتحدة في حمايتهم، علامة استفهام كبيرة على قوة عسكرية لم تتوانى في إرسال جيرالد فورد بعرض البحر مع ملايين الدولارات التي ضخت في حرب غزة، لكنها اليوم عاجزة حتى عن حماية جنودها وبشهادة صحفها وإعلامها.